عليكم جميعا. إذا لنأخذ كتاب النشاط العلمي الصفحة 14. لدينا تتمة درس الحواس، وقاية الحواس. الهدف من هذا الدرس سوف نتعرف طرق وقاية الحواس. إذا ألاحظ وأتساءل، لاحظوا جيدا معي الصورة. سوف أعطيكم بعض الأسئلة. ماذا تلاحظون في عيني مصطفى؟ مهلة التفكير. أنت، عينيه حمراء اللون، أحسنت. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى احمرار عيني مصطفى؟ أنت، ربما الاستعمال المفرط للهاتف المحمول، أحسنت. ربما السهر وقلة النوم، جيد. إذا لاحظوا معي جميعا، كيف هي الحجرة؟ نعم، الحجرة مظلمة أو الإنارة فيها ضعيفة. إذا من يعطيني سؤال؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى احمرار عيني مصطفى؟ إذا نكتب هذا السؤال في ألاحظ وأتساءل. سوف أعيد، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى احمرار عيني مصطفى؟ أحسنتم. سوف نكتب أفترض الفرضية، ربما الاستعمال المفرط للهاتف المحمول. أعيد، ربما الاستعمال المفرط للهاتف المحمول، أحسنتم. نمر إلى النشاط الثاني، أنجز. لاحظوا جيدا معي الصورة. لدينا ضوء ظلام، هنا غرفة مظلمة. إذا للضوء تأثير على الأشياء في الظلام. من يقرأ لي السؤال؟ ألاحظ الرسمة ثم أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. حاسة الشم، حاسة البصر. تؤثر شدة الضوء في الظلام على ماذا؟ إذا تؤثر شدة الضوء في الظلام هل على حاسة الشم أو حاسة البصر؟ إذا نكتب مكان نقط حاسة البصر، حاسة البصر، جيد. إذا نمر إلى الملخص. أستخلص، أكتب استنتاجي. إذا أتجنب كل ما يضر بحاسة البصر وذلك لوقايتها. أكتب معي، سوف نكتب مكان الملخص. أتجنب كل ما يضر بحاسة البصر وذلك لوقايتها، جيد. لديكم كلمات مهمة، وقاية protection، حاسة sens، بصر vue. اكتبوا جيدا، أحسنتم. نمر إلى النشاط الأخير، أستثمر. من يقرأ السؤال؟ أضع العلامة الحمراء تحت ما يضر بالعين والعلامة الخضراء تحت ما لا يضر بها. إذا لنأخذ قلم أحمر ونأخذ قلم أخضر لكي ننجز هذا التمرين، جيد. إذا أعيد السؤال، أضع العلامة الحمراء تحت
ما يضر بالعين والعلامة الخضراء تحت ما لا يضر بها. لاحظوا جيدا معي الصور. إذا ماذا تلاحظون في الصورة الأولى؟ أحسنت، نلاحظ أشعة الشمس قوية، إذا هي تسبب في ضرر العين. سوف نضع علامة حمراء لأنها مضرة للعين. بالنسبة لي الصورة الثانية، أنت الولد قريب للتلفاز، إذا هو يضر بعينيه، إذا ماذا سوف نضع؟ علامة حمراء. جيد. الصورة الثالثة، الولد يدعك عينيه، إذا لا يضر بعينيه، إذا نضع علامة خضراء. بالنسبة للصورة الرابعة والأخيرة، الرجل يشاهد التلفاز وهو بعيد، إذا نضع علامة خضراء. إذا أحسنتم، الكل أنجز التمرين. جيد، إذا إلى اللقاء.